الحقيقه احنا هنروح لخبر مختلف تماما النهارده، وده خبر يخص الاقباط بشكل اساسي. النهارده محكمه الاسره اصدرت حكما نهائيا بالاعتراف بزواج مدني لمسيحيين مصريين في واقعه هي الاولى من نوعها. ايه اهميه ده؟ أهمية ده أنه بيعيد فتح الجدل مرة أخرى حول إمكانية الزواج المدني للمسيحيين، خاصة مع تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بتعليم الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأنه كمان الكنيسة الكاثوليكية عندها أيضا رفض للزواج، رفض للطلاق. في مشكلة بتواجه آلاف وعشرات الآلاف من المسيحيين في هذا الشأن. أن تقدم البعض بطلب للمحكمة بالزواج المدني، وده أول حكم نهائي يعترف بهذا الزواج المدني، وده هيثير جدل كبير جدا. معي على الهاتف الأستاذ سعيد عبد المسيح المحامي. مساء الخير يا أستاذ سعيد. مساء النور يا أستاذ أمين. يعني هذه قضية، يعني حضرتك اللي رافع القضية دي مش كده؟ يا فندم. طب قول لي يعني الآن ايه المكسب اللي انت حسيت ان انت حصلت عليه؟ والحقيقه ان الكنيسه اكيد هترفض ده. تمام. انا يعني بدايه انا مش الحكم ده مش ملزم للكنيسه وما فيهوش تعارض للكنيسه في شيء، وانا ما الموكلين عندي ما طلبوش اقامه الطقوس الدينيه والمراسم الدينيه داخل الكنيسه، لان الكنيسه بالتالي رفضت. فحريه العقيده بتقول يا استاذ لميس ان مفيش اجبار رجال دين ان يقيموا طقوس دينيه ومراسم دينيه للزواج. انا حصلت على الحكم ده ويعني هو انتصار لمدنيه الدوله وانتصار للدستور وانتصار للمواثيق والمعاهدات الدوليه الموقعه عليها مصر، اللي بتشترط في الزواج ان سن البلوغ وليه وحق للرجل والمرأة. تمام. بس سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة. مفيش ما يمنع الزواج إلا إذا ما كانش فيه رضا، يعني هي القصة كلها الرضا والقبول. صحيح، بس الكنيسة مش هتعترف بالجواز ده. الدولة تعترف يا فندم بالقصة بموجب هذا الحكم، لأن قانون الكنيسة معطل، يعني قوانين الكنيسة معطلة في اللائحة 38 من 2008. وبعدين أنا لجأت لإثبات هذه العلاقة الزوجية أدام توفرت شروطها الشكلية والموضوعية في اتنين حبوا يكونوا أسرة بعيدا عن الكنيسة وبعيدا عن إقامة الطقوس الدينية. بس فأنا ما بحطش الكنيسة كان في طرف في القصة دي. طب خليك معايا يا أستاذ سعيد، أنا بحل المشكلة. خليك معايا يا استاذ سعيد، طبعا ما دي بتحل مشكله الالاف، لكن خليك معايا دقائق. انا معي على الهاتف استاذ مينا اسعد، مدرس اللاهوت الدفاعي بمعهد دراسات الكتاب المقدس. استاذ مينا، ليه الكنيسه رافضه فكره الزواج المدني؟ اهلا بيك يا زلمه. اهلا بيك استاذ سعيد. انا حابب بس اوضح حاجه، ان الراي اللي هيقال دلوقتي هو راي الفكر الارثوذكسي وليس الرأي الرسمي للكنيسة. الرأي الرسمي للكنيسة بيكون مصدره أبونا بولس الثاني طبعا، مفهوم. تمام. فدي نقطة توضيحية، فأنا هتكلم عليها من إطار الكنسي الأرثوذكسي التعليم الأرثوذكسي. القانون كقاعدة عامة ما ينفعش إن هو يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. يعني إيه؟ يعني لو القانون أصدر بشكل أو بآخر تصريح لأحد المحلات إنها تتاجر في الخمور، ليس معنى هذا الحكم ان الخمور اصبحت حلال عند العقائد والديانات اللي بتركض الخمر. لو القانون وحكم المحكمه صدر انه اتاح زواج مدني بصوره او باخرى، لا يعني انه اصبح دينيا مقبول. ومن هذا المنطلق وحسب العقيده الارثوذكسيه، طبعا انا قبل ما اكمل، احنا لا نعلق على احكام القضاء، كان القضاء يعترض عليها امام القضاء في درجات التقاضي المختلفه. انما احنا بنقول وجهه نظرنا تجاه هذا الامر. الكنيسه ترفض هذا النوع من الزواج، لان الزواج الصحية مش مجرد علاقه جسديه، انما هو فقط وجود الله في وسطهم، ووجود الله بيتم من خلال المراسم
الدينيه التي يعني حضرتك بتقولي ان الجواز مش مجرد عقد مدني بين اتنين، بالضبط. الجواز هو علاقه يعني يشرعها الله، علاقه يعني يربطها الله. ليها نصوص واضحه في الكتاب المقدس ولها قوانين كنيسه منظمه لها. الدكتور سعيد قال حاجه دي طبعا قال نقطه محترمه جدا، انه لا يوجد اجبار لرجال الدين على اقامه الطقوس، ولان الكنيسه بالفعل لن تخالف اي شيء في عقيدتها وايمانها تحت اي ظرف تحت اي ضغط، ففعلا ما فيش اجبار في هذا الحكم. لكن الدكتور سعيد قال انتصار مدنيه الدوله وانتصار للدستور. في هنا عندي ملاحظتين بعد اذنك. اتفضل. الدستور بيتكلم في الماده الثالثه انه لينا الحق او الكنيسه الحق انها تضع التشريعات الخاصه بالزواج وبالطلاق. واحوالنا الشخصيه هي امور عقديه بحته احنا بنتكلم فيها. عشان كده كما نسب للاستاذ سعيد في احد التصريحات قال ان هو اخفى الحكم الفتره المناسبه لانتهاء فتره الطعن على الحكم ده قبل ما يصدره. لان لو كان الحكم ده اعتقد كده ان الحكم ده لو كان صدر ودخل بعض الافراد اللي بيدفعوا بالماده الثالثه للدستور ودخلت الكنيسه طرف ان كانت هتدخل في هذا النوع من التقاضي كان الحكم ما قدرش يحصل عليه الاستاذ سعيد على ما اعتقد. النقطه الثانيه بعض المحامين اعلنوا ان هم هياخدوا الاجراءات القانونيه اللي شايفينها من وجهه نظرهم القديمه. بس يا استاذ مينا بصراحه هذا الحكم بيحل مشاكل الالاف من الذين يريدون ان يتزوجوا زواج تاني ومش قادرين ياخدوا تصريح من الكنيسه، يعني بيحل مشاكل الاف من الناس عندها مشكله احنا واقفين في خانه ما فيهاش اي تحرك او اي يعني مرونه. انا اتحفظ بعد اذنك على الاف حضرتك المقدمه قلتي الاف وعشرات الالاف. هو التصريحات الرسميه اللي صدرت من المجلس الاتريكي يمكن في بدايه تولي الانبا دانيال المجلس الاتريكي بعد الانبا بولا الحالات يعني في حدود الالف حاله اعتقد او الف حاله بس يا استاذ مينا. لا يا فندم التصريحات الرسميه. النقطه الثانيه ان في احصائيات عن عدد المسيحيين اللي ليهم قضايا امام محاكم الاحوال الشخصيه يمكن تصريحات معايا دي يمكن 2003 2003 كانت 300 حاله في 2003 هيزيدوا قد ايه؟ فكون ان ده حل ليهم هم بالحل ده هم احرار ولكن هم بارادتهم خرجوا. يعني هنا الزواج ده يعتبر ايه؟ زنا مثلا؟ طيب انا عايز اميز ما بين نوعين من لو نعلي صوتنا بس معلش يا استاذ مينا لو سمحت. انا عايز اميز ما بين نوعين من تعريف كلمه الزنا عشان الناس ما تفهمهاش غلط. انا هقول ان في زنا حسب العرف الديني وزنا حسب عرف الدوله او عرف القانون. يعني هضربها بمثال عشان الساده المشاهدين تبقى واخده بالها من وجهه نظري. انا بعض الدول الاجنبيه بتحرم ان الرجل يتزوج من امراتين، فلو احد الاحباء المسلمين سافر وهو متزوج من امراتين فهو مجرم امام الدوله ولكنه امام فأنت وحسب عقيدته مش زنا. يعني فحته انها زنا لا، هو لم يطبق القواعد المسيحيه التي ترى في هذه العلاقه بين الرجل والمراه علاقه شرعيه في وجود الله. طيب. فبالتالي ليست علاقه شرعيه هنسميها كده. طيب انا معايا الاستاذ عادل اللي هو صاحب القضيه التي يعني امام المحاكم واللي خد فيها حكم. استاذ عادل اولا انت سعيد بالحكم ده؟ جدا جدا سعيد بالحكم ده جدا. مش قلقان من كلام اللي سمعته مثلا من استاذ مينا او من ان الكنيسه تعتبر هذا الزواج غير شرعيا؟ ليا تعقيب. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عادل، اهلا بيك. ليا تعقيب على استاذ اللي كان بيتكلم دلوقتي. تعريف الزنا هو معرفه غلط. تعريف الزنا في الكتاب المقدس ان زوج وزوجه متجوزين بعقد داخل الكنيسة وما بتقوش بعض، يعني جماعهم اصلا مع بعض مش بحب. يعني بتقول اهو جوزي وخلاص. ماشي، لما تقول جوزي وخلاص ده زنا، لان هي بتفكر في حد تاني وهو بيفكر في حد تاني، فالجماع ده زنا. هو ده الزنا اللي يقصده السيد المسيح اللي قال عليه من يريد يطلق امرأته فيعطيها قطار طلاق.
ها اللي هو الزنا، وبعدين ذكر بعديها من ما لا طلاق الا لعله الزنا. ماذا يقصد؟ ان يديها اكثر طلاق وبعدين يقول لعله الزنا. الزنا هو اللي بيحصل بين الزوج والزوجه، المقيدين بعقود داخل الكنيسه ومش عارفين يسيبوا بعض، فبيجتمعوا مع بعض غصب عنهم، فهو ده الزنا اللي يقصده السيد المسيح، وليس الزنا ان انا اصور واحده صور ولا واحد صوره واقول ده بيزني. لا 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 لا، ربنا بيريد رحمه لا ذبيحه. انا الحكم اللي انا صدر الحمد لله ده بمحبه. يعني ايه جواز؟ انا عايز افصل للناس بس، يعني ايه جواز؟ الجواز هو وجود حب بين طرفين بيكملهم ربنا. ربنا الله محبه، لو الحب ده توافق اوكي، انما الكنيسه ليس جهه تشريع. الكنيسه انا بدخل فيها عشان اخد جسد ودم المسيح ببركه بمحبه، وليس اكتب عقد جوه الكنيسه. انا اكتب عقد في الجهه ها اللي هي بتسجل اولادي بتديني شهادات ميلاد. هل الكنيسه بتديني شهادات ميلاد؟ لا طبعا، شهاده الميلاد بتطلعها من العادي. بتصرف عليك مع احترام لحضرتك يا استاذ لميس، هل الكنيسه بتديني مصاريف لاولادي عشان ادخلهم مدارس؟ ايوه بس 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 يعني في الاسلام وفي المسيحيه الاثنين سوا، الزواج هو رباط مقدس بشرع الله. يعني عندنا انا ما قلتش غير كده، انا قلت ان انا بعمل الجواز المدني اولا بين الانسان اللي حبيتها وحبتني برضاها وبرضايا، وبعد كده بروح الكنيسه بقول لهم يا جماعه انا اتجوزت وادي العقد اهو، عايز اخد بقى الروح القدس منكم. القسيس او الكاهن تمام بيصلي على اللي هي مراسم الزواج اللي هي بتحصل، اللي عايز يعمل مراسم يعمل، واللي مش عايز يعمل هو حر. انما فانت لا يقلقك فانت لا يقلقك فكره انه الكنيسه لن تعترف بهذا الزواج. المهم اللي يعترف بالزواج ده السيد المسيح. السيد المسيح جمعنا ومش هيسيبنا، لان السيد المسيح لما نزل ما نزلش للطائفه الارثوذكس ولا الانجيليه ولا الكاثوليك، هو نزل يدعو للمسيحيه عموما. فالمسيح مش موجود، لو كانت قيادات الكنيسه مش هتعترف بده، فالمسيح معترف بيه، لان طيب. المسيح خليك موجود في كل مكان. طيب خلينا موجود في كل مكان. خليك معايا يا استاذ عادل. اولا انا لازم اشكر الاستاذ المحامي سعيد عبد المسيح. تحب تعلق يا استاذ سعيد اولا قبل ما اشكرك؟ يا فندم انا طبعا انا متشكر جدا، لكن انا ليا تعقيب اخير، ان الشرط الاساسي اللي انا طبعا ما استنيتش، ما فيش قوه ولا سلطه على الارض تمنع يعني رجل وامراه ان يقيموا علاقه اسريه، علاقه زوجيه قانونيه، ما حدش يتهمهم بالزنا ولا حد يقدر يفرق بينهم، زي تماما عجز الرئاسات الدينيه بالنسبه للمسيحيين ان هي تحل مشاكل احوال الشخصيه. المعلقين في احوال في مشاكل احوال الشخصيه بقى لهم عشرات السنوات ما رجعتهمش تاني، يعني ما فيش اجبار ان هم يقيموا حياه زوجيه، لا يقيموا، هو الفكره كلها ان هذا عقد مدني يجب ان يتوفر فيه الرضا كاملا لا اكراه فيه. فحتى موضوع ان انا اسيب المعلقين ما ادهمش تصريح كنسي ان باقامه الطقوس اوكي، بس مش ارجمهم ولا اصلبهم، يعني الاصل المدنيه. وبعدين ما قاله الاستاذ مينا بان انه يعني ان انت اخفيت هذا الحكم في المرحله الاولى علشان كان ممكن الطعن عليه بالماده الثالثه من الدستور. لا يا فندم، انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. هو طبعا استاذ مينا راجل يعني في اللاهوت، لكن مش قانوني. انا القصه كلها ان عدى مواعيد الطعن بالاستئناف، ما كانش حد يقدر يعمل استئناف او يتدخل في هذا الامر. نرجع لدعاوى الحزبه اللي كانت بتفرق ما بين رجل وامراته يعني، لكن احنا مش هنرجع للطريق خلط الدين بالدوله وخلط الدين بالقانون القانون العام. وبعدين نص الماده التاسعه، القاضي لا يطبق نصوص دستور، القاضي يطبق نصوص قانون. فطالما الماده الثالثه لم يصدر بشانها قانون، فانا بيطبق عليها القانون العام.
اللي هو القانون رقم 1 لسنه 2000 بشان الاحوال الشخصيه، يعني الشريعه المسيحيه تطبق بشروط، تطبق بشروط. انا بشكرك استاذ سعيد عبد المسيح المحامي، وارجع للاستاذ مينا اسعد. خليك معايا يا استاذ عادل من فضلك، ارجع للاستاذ مينا اسعد. تحب تعلق على ما قاله الاستاذ عادل؟ اتفضل. بعد اذنك يا مدام نميس، هو الاستاذ عادل اخطا ربما بدون قصد في تعريف الزنا في الكتاب المقدس، لان تعريف الزنا في الكتاب المقدس حسب النصوص الصريحه، وانا متحسس في نصوص منع للاثقال على الساده المشاهدين، بيتكلم هي علاقه غير مشروعه بتتم بالكتاب. الاستاذ عادل اتكلم وقال ثلاث مرات كلمه يقصد المسيح، كان المسيح يقصد. فمن اين للاستاذ عادل ان يعرف قصد المسيح، بينما ان قصد المسيح وضحه لنا وشرحته لنا مجموعتين، النصوص الواضحة الصريحة التي تحدث فيها، نمرة اثنين تلاميذ المسيح اللي كانوا موجودين معاه هم قالوا لنا ان المسيح كان يقصد هذا الامر، فاعادوا ما قال. مكتوب فين يا استاذ مينا؟ قصد نسمع بعد يا استاذ عادل. طيب انا بس عايزة استاذ مينا، انا عايزاك بس تسمع انه يعني مش هي القضية مش قضية عادل بس، القضية قضية حضرتك بتقول ألف حالة، انا بقول لك انه احنا سمعنا عن عشرات الالاف من الحالات اللي لديها نفس المشكلة. طب نسمع سارة، اتفضلي يا سارة. مساء الخير يا مدام. مساء النور، اهلا بيكي. فرصة سعيدة جدا للقاء حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. رأيك ايه انت يعني هذه القضية والحصول الأستاذ عادل على حكم نهائي بزواج مدني، انت مؤيداه ولا لا؟ لا مؤيداه، لأني أنا شايفة إن كلنا لازم يكون عندنا قانون مدني. لازم يكون في قانون. وإلا إذا مش هيبقى في قانون خالص. سارة أنت إيه مشكلتك بالظبط؟ مشكلتي ان انا اخدت بطلان من الكنيسة ولحد دلوقتي مش عارفة اخد طلاق محكمة ليه 8 سنين وزيادة. 8 سنين مش عارفة تطلقي؟ مش عارفة اتطلق، وده في حالات كتيرة جدا غيري. رغم ان انت واخدة بطلان. واخدة بطلان كنسي. لعلة الزنا ولا ايه؟ لا للغش. الغش. البطلان للغش مش لعلة الزنا، الطلاق. زي علة الزنا، اوكي. فانت الغش في ايه يا ساره؟ معلش بعد اذنك يعني. كان مريض وما قالش ان هو مريض، واكتشفت بعد الجواز ان هو مريض. طب دلوقتي عملتي ايه؟ دلوقتي انت قدام المحاكم بقالك 8 سنين بتحاولي تاخدي حكم طلاق. مش عارفه اخد حاجه، بيقولوا لي ان يعني اخر حاجه اترفضت لاننا متحدين المله والطائفه. طب استاذ مينا تعمل ايه؟ تعمل ايه ساره في مثل هذه الامور يعني؟ طيب واضح ان مشكله ساره مش مع الكنيسه ومش مع التشريع، هي حقها الكنسي المشرع كنسيا انها تاخد بطلان نتيجه للتدليس او الغش، ان تم اخفاء امر هام عنها قبل بدايه الزيجه واكتشفته بعد كده، فاصبح الزواج كانه لم يكن، لان الله لا يكون شاهدا على عقد فيه غش. ايوه، فدلوقتي ساره ممكن تتجوز الواحده، تتجوز تاني يعني بدون هي كنسيا حقها تتجوز تاني وتمارس. ايوه بس هي معهاش حكم، ما هو هنا احنا عندنا مشكله. مشكلتها مع المحكمه وليست مع الكنيسه، مشكلتها في قوانين تعترف ببطلان كنيسه وليست مع الكنيسه. فالكنيسه هنا ادتها حقها. طيب. يعني قالت لها انت تستحقي ان انت تقام عليكي مراسم نتيجه ثانيه وتنفصلي عن هذه. ايوه هي لو راحت بقى معلش نفذت حكم الكنيسه واتجوزت زواج اخر، القانون بقى نفسه هيعتبرها بتجمع بين زوجين. ده القانون. طيب ما هي دلوقتي هم ما بين شقي راحه يا استاذ مينا. اولا شكرا يا ساره، بشكرك يا ساره. هم ما بين شقي راحه، ما بين ما بين القانون وبين الكنيسه. تمام. الحاله اللي طرحت الان لو اتجوزت مدني ما هي هتبقى تجمع بين زوجين برضه، صح؟ يبقى اذا الجواز المدني ما عملهاش اي حاجه، هي مشكلتها كانت ممكن يكون الجواز المدني ما حلش مشكله ساره بس حل مشاكل ثانيه. قول يا عادل اتفضل. ما فيش اختلاف. طب عادل كنت عايز تروح. يا استاذ مينا، يا استاذ مينا بعد اذنك، ها حضرتك دارس لاهوت كويس جدا، تمام؟ المسيح اظن يفهم اكتر منك ومن اي كاهن ومن اي حاجه. ساعة لما دعوه قال لهم لا تدعوني قاضيا، فاحنا مش عايزين حد في الكنيسه يشتغل دور قاضي او يدي تشريع او يقول في قضاء ربنا كده سخرهم ان هم يحكموا بين العدل باسم ربنا، انما الكنيسه انا بدخل اخد بركه منها، ما تبقاش هي العائق بيني وبين ربنا، بالعكس
ده انا لما اكون خاطي ارجع للكنيسه عشان تغفر لي خطاياي. وبعدين السيد المسيح قال لا تدعوني قاضيا، انت داخل في دور قاضي والكنيسه ادتها والكنيسه مش عارف ايه، لا الكنيسه اصول ما تديش اي حاجه، الكنيسه اصول تدي روح القدس فقط لا غير. طب طب نهدى يا استاذ عادل، معلش يا استاذ مينا، خلينا نسمع ميلاد. اتفضل يا ميلاد. طيب ميلاد بحضرتك اتفضل، اهلا بيك اتفضل. يعني هل بالنسبه لك حكم اللي حصلوا عليه عادل بالزواج المدني ده حكم بالنسبه لك انت سعيد بيه، حكم ممكن يحل مشكلتك؟ بتمنى لان النهارده انا بقالي 12 سنه عايش منفصل، ولا طايل محكمه ولا طايل كنيسه. ازاي يا استاذ عادل؟ ازاي يا استاذ؟ مش محكمه ولا طايل اخش كنيسه وتدخلوا في حياتي اكتر من 20 او 30 قسيس ما ادونيش اي نتيجه. مش عارف اقول يا جماعه، بص لفيت محامين مصر، لفيت كتير قوي، ما حدش اداني عمل. ايوه يعني انت بس انت سؤالي، انت يا ميلاد دلوقتي يعني موافق على الجواز المدني، ممكن تتجوز مدني ولا لازم تاخد راي الكنيسه واقرار الكنيسه؟ طب انا مع احترامي ليكي 12 سنة، انا 12 سنة اغلط فيهم ولا اتجوز؟ لو انا بني ادم محترم اختار اعمل ايه؟ تتجوز طبعا. تتجوز ولا اكون همجي؟ بس ده اللي بنقوله. تقولي انا عايز ترد عليا تقولي لي همجي احسن او مجي احسن. انا عايز انا عندي بواب في الفيلا بتاعتي، انا بتمنى اكون زيه لانه هو متجوز ومع عياله ومع مراته. أنا بقى منفصل بقالي 12 سنة وشايل ولدين وهي واخدة البنت ومصاريف وهمجية والله أعلم الباقي. فأنا نفسي أنا نفسي أبارك للأستاذ عادل اللي خد موافقة طلاق أو خد جواز. الله يفيدك مش عارف. طب عادل عادل تحب تقول له إيه يا عادل؟ والله أقول له ربنا معاك، طالما أنت ما بتزنيش وبتخش الكنيسة طاهر يبقى أنت الجأ للجواز المدني وخلي المسيح معاك يمينك يمسك يمينك. ولما تتجوز مدني ما تقولش دي مراتي وتجتمع بيها، لازم تخش الكنيسه انت ما تتجوزها مدني. ما حدش يفتكر ان الانسان اللي انا اتجوزتها دي ها ان انا لمستها او هلمسها غير لما ادخل الكنيسه. انا انسان متعلق بالسيد المسيح لدرجه الموت، حتى الموت استطيع كل شيء في المسيح الذي قويه. استاذ مينا طب نسمع بعض يا جماعه، نسمع بعض. استاذ مينا يعني حضرتك سامع المشكلات، يعني الراجل بيقول لك يعني اعيش همجي ولا اتزوج؟ يعني ما هو كمان التصرف اللي هو عمله، التصرف اللي هو ان هو لو تزوج مدني امام الكنيسه يماثل انه اقام علاقه غير شرعيه، فالعلاقتين امام الكنيسه علاقات غير شرعيه. النقطه اللي مش مين يقولش غير شرعيه؟ الاستاذ مينا يا أول حاجة بس اتفضل ما يقدروش بعد ما يتزوجوا مدني إن هم يدخلوا الكنيسة، لأن الكتاب المقدس والكنيسة والحرمانات تقع عليهم. وهو متزوج مدني إن هو يتناول زي ما قال الأستاذ عادل في الأول، ده مش هينفع، بل بالعكس ده حتى أبنائه بعد ما يولدوا هو حر. طبعًا أنا بقول الفكر المسيحي تجاه هذا الأمر، هو ياخد القرار اللي هو عايزه، لكن اولاده عند معموديتهم المفروض عند المعموديه بيبقى فيه مسؤول عن هؤلاء، بيطلق عليه الاشبين، هو المسؤول عن تعليم الاخلاق والقيم والكتاب المقدس والايمان. انا عايز ارجع سؤال. طيب طيب نسمع بعض. ميلاد انت عايز ترد؟ اتفضل. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. بعد اذن حضرتك عايز اوجه سؤال لاستاذ مينا بعد اذنك. حاضر. هل اللي ربنا ما كتبلوش وفاء بين مراته هل يعيش في زنا ويمارس حياته الطبيعيه مع اي انسانه ويوم الحد يروح يعترف ويتناول ويبقى ده انسان بار عشان بيطبق كلام الكنيسه، ولا يرجع للقانون المدني ويبقى معاه زوجه بمخافه ربنا ما 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 ما, ما بيخطاش وما بيزنيش؟ الله افضل. طب نسمع بعض نسمع بعض بس نسمع بعض. باللاهوت. طيب نهدى بس ونسمع بعض. ميلاد عايز ترد قبل ما نشكرك؟ معلش انا عايز. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك لك. ردي بالنيابه عني، انت سامعاني صح؟ انا ما اقدرش ارد. انا ردي. قولي حاجه، قولي حاجه بجد.
انا ما اقدر، انا ما اقدرش ارد عشان ده تدخل في دين اخر. انا عارف طبعا في حقوق الانسان، بس انا ما اقدرش ارد في هذا الامر. بس انا عايز اسمعك، اتفضل يا ميلاد. انا عندي اكتر من 20 راهب واسيس قالوا لي حل وبركه لو عرفت تطلق مدني، لو عرفت تطلق مدني. هم عارفين ان انا هحارب اللي بيحل وبالبركه السيد المسيح. انا شغلي بايظ وحياتي بايظه. شكرا. انا عايز اقول اليوم انا ما اعرفش اليوم انا عايش ازاي. شكرا يا ميلاد. استاذ مينا، يعني انا مش عايز، طبعا احنا اتصلنا بالكنيسه عشان ترد، الكنيسه رافضه انها ترد، يعني رفضت. لازم ترد. طيب انا عايز ارد بعد اذن حضرتك. اتفضل يا استاذ مينا. بس في الرد، لان في بعض النقط اللي بتتقال. اتفضل اتفضل. طيب اولا انا هرجع لمن اقامني قاضيا اللي هو قالها الاستاذ عادل، دي مقتصه من السياق ان كان في محاكم والناس راحت للمسيح عشان يعتدي على امر المحاكم، فقال لهم انا مش شغال القاضي بتاعكم، روحوا للقاضي اللي هو منصب في هذا الوقت. فدي قضيه، فدي ما تعنيش ان المسيح ما اتاش بتشفيع. النقطه الثانيه اللي الاستاذ ميلاد بيقول ان في 20 اب كاهن وراهب قالوا له حلوا بركه، ممكن ال 20 دول يروح واحد منهم للمجلس الاكليريكي لنيافه الانبا دانيال هناك ويقول له الوضع، طالما في مجلس اكليريكي وان في اسس 20 قسيس ادوا له الحل في حالته اللي انا ما اعرفهاش وحضرتك ما تعرفيهاش، يبقى اعتقد المجلس الاكليريكي هيقدر يتعامل مع الحاله بتاعته بكفاءه. النقطه الاخيره ان هو دول انت من حقك تعمل اللي تعمله، انت ليك مطلق الحريه، لك ان تؤمن ولك ان ترفض الايمان، لك ان تصلي ولك ان ترفض. ما هو انت هنا بتحطه، معلش يا استاذ مينا، انت يا معلش، بس انت بتقول له لك ان تؤمن ولك ان تكفر، لك ان تؤمن ولك ان يعني تبتعد عن الله. يعني انت بتقول له ان الزواج ال 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 يعني ان هو يعني ما هو ده كده هو بيقيم شرع الله برضه بدل ما يروح يغلط. بعد اذنك يا استاذ مينا، انا عايز ارد على الكتاب المقدس هو اللي بيقول يا مدام لمي. يعني مش انا اللي بقول، انا عارفه ان حضرتك بتقول، بس هو النصوص المسيحيه هي اللي بتقول. فالكنيسه وصيه او الاباء الكهنه والاساقفه اوصياء على تنفيذ هذه النصوص بالنص الصريح، يعني عندهم تفصيل تكليف ان هم يتابعوا فيها. ما ينفعش، وفي نصوص كثيره كده برضو مش هدخل في النصوص، فما ينفعش ان واحد يخالف الفكر المسيحي والحياه المسيحيه ويجي يومين. ما ينفعش. طيب طيب يعني لو احنا رجع لنا المحامي تاني. انا سامعك يا استاذ مينا، رجع لنا المحامي التاني الاستاذ سعيد عبد المسيح. انا بس في سؤال مهم جدا يا استاذ سعيد، هل هذا الحكم يؤسس لحالات اخرى او يؤسس لقاعده يمكن ان تستخدمها حالات اخرى؟ يعني انا بقول، انا ما اعرفش، انا معلوماتي ان في الاف من الحالات. هل هذا الحكم يؤسس لقاعده تستخدم بحالات اخرى، ولا الحكم ده اولا نهائي وبات يا استاذ سعيد؟ نهائي وجات يا فندم، معاه الصيغه التنفيذيه، وخدنا بيه خطاب موجه لمصلحه الحقوق المدنيه لقيد الزوجه في مصلحه الحقوق المدنيه، تغيير الحاله الاجتماعيه من 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 انسه لمتزوجه، وتغيير الحاله الاجتماعيه من لمتزوجه. مين اللي كان ممكن يطعن عليه، الكنيسه ولا مين؟ ولا في اي شخص او جهه او سلطه تطعن عليه. طيب. لان ادام توافر في الشروط الاساسيه هو عقد رضائي، في يتوافر فيه الاجابه والقبول، فخلاص مفيش سلطه ولا قوه تقدر تضغط. ايوه بس دلوقتي هذا يؤسس لقاعده يمكن ان يعني يستخدمها اخرون اذا رفعوا قضايا مماثله للزواج المدني؟ هو حكم استرشادي، وانتصر لحكم استرشادي للعالقين في قضايا الاحوال الشخصيه، هم تقريبا 350 الف حاله. 350 الف حاله. يا فندم، ف يعني ده حكم استرشادي صدر من محكمه، وباذن الله يبقى يعني ترسى قاعده قضائيه لتطبيق نصوص القانون، القانون العام اللي بيطبق على كافه المصريين. بشكرك يا استاذ سعيد. استاذ مينا، 350 الف حاله؟ ان كل حاله هي عباره عن رجل وامراه، فاحنا معانا 700 الف. لو تعداد المسيحيين في مصر زي ما البعض بيقول 10 مليون، يبقى 10 حضرتك بتسلمي عليهم، فيهم واحد عنده مشكله. لا هو توتال 350. بعيد عن الواقع. ده بعيد عن الواقع، مش منطقي. حاسس انه رقم كبير شويه. رقم كبير. حاجه اخيره، دلوقتي هل ينفع ان واحد خريج كليه اداب يروح يشتغل محاسب في بنك؟ لا طبعا. في شروط. في شروط. الشروط مين واضحها؟ اصحاب البنك او البنك له في نظام في العمل. لا يستطيع احد ان يخالف تعليم الكتاب المقدس
ثم يجبر الكنيسة انه يكون عضو فيها. ما تنفعش، ما ينفعش انه واحد يبني مخالف في عمارة في شارع، ما ده اخر الأمر. واضح ان الموقفين مش هيلتقوا في منطقة في المنتصف. ومعلوماتنا بتقول كمان ان الكنيسة تمسكت بإلغاء جزء او فصل الزواج المدني من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. رفضت تماما، رفضته تماما. بس البابا تودروس اعلن كده اكتر من مرة، وبرضه ده لا يتعدى على حريات الاخرين. لا عايز يعمل حاجه يعمل، اللي عنده قدامه محل خمر وعايز يروح يشتري خمر. ما الناس بتروح تغير مله في لبنان، وبتروح تغير مله في قبرص، لان تغيير المله بقى في مصر صعب، فالناس بقت بتروح بتغير مله كمان. تم اغلاقه، تم اغلاقه. ايوه، تغيير المله للمنع بالاتجار، لان ده كان بياخد عليه الناس بتدفع فلوس كتير قوي. يعني الناس خلاص جديد. يعني هتعمل ايه يعني؟ ما هي انا بقول لحضرتك اهو، مشروع قانون جديد قفله بند تغيير المله. والنقطة الثانية، في مشروع قانون جديد بيطلبوا من المحكمة تسهيل الإجراءات بما يتناسب مع الكتاب المقدس. كون إن واحد مش قادر يعيش مع مراته وبيقول أصل الله محبة ما يرضوش كده، الله المحبة اللي إحنا بنؤمن بيه بيقول لك تحب زوجتك كنفسك، وإن أنت وهي جسد واحد وربنا موجود، مفيش شيء بيستعصي عن ربنا مهما كانت المشاكل موجودة. مهما كانت المشاكل؟ اه طبعا. هل ربنا بالنسبه له صعب انه يحل اي مشكله؟ لا طبعا مش صعب، بس يعني ربنا بقى الحاجات يعني برضو في يعني ربنا حل للطلاق يعني برضو الى حد لا ما في حاله واحده بس، وجود عنصر فاسد في النص اللي هو الزنا. دول بيوصل لمراحل ان هم بيستنوا موت جوزهم يعني. عارفه ما دام ميت كلمه يا استاذ مينا مش كده معناها كلمة معناها على فكرة كلمة طلاق في الكتاب المقدس كلمة حرفيا كرات اللي هي قطع لحم، يعني دي الترجمة. أيوة مفهوم لحم. يعني طبعا يعني ده ما يتمش غير في العضو الفاسد. دلوقتي لو واحد ناخدها بشكل تاني، لو واحد والدته أخطأت لأي سبب، لا 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 الوالدة غير الزوجة يا أستاذ مينا، يا أستاذ مينا. طيب أستاذ والإيمان المسيحي. أستاذ عادل تحب ترد يعني كلام أخير، تحب ترد رد أخير، كلمات أخيرة؟ أرد على أستاذ مينا. أستاذ مينا، أنت بتقول كلام وفي الآخر بتنسبه للكتاب المقدس. أستاذ المسيح قال لك فتشوا الكتب، اقرا الكتاب المقدس كويس بعد اذنك، انت دارس لاهوت، مش اي قرارات داخل المجلس الاكليريكي تنسبها للكتاب المقدس، اقرا الكتاب. انا كاتب، انا قاري الكتاب المقدس اكتر من 8 مرات بتفاسيره بكل حاجه، ومستعد ادخل معاك في نقاش غير عادي بالشهود بالايات اللي قالها السيد المسيح. طب سؤال يا استاذ عادل، يعني لا تدعوني قاضيا، لا تدعوني قاضيا. انا عايز اقول حاجه، انا طلقتي اثناء وجود المجلس بعت لنا لجنه، تمام؟ قالوا لها انت بقالك 25 سنه مراته جايه النهارده تقولي يا طلاق؟ قالت لهم عشان انا لو انا في مصر كنت وفي قانون كنت طلقته من زمان. يعني انا عايش بقالي 25 سنه مكروه داخل بيتي، مكروه داخل بيت المسيح. السيد المسيح ما عمره ما يرضى بكده. اوعى تقول لي تعليم السيد المسيح ان هو يرضى ان زوج بيصرف وبيحب وبيربي يتكره ويتضرب في ظهره. اوعى تقول لي كده. السيد المسيح يريد رحمه لا ذبيحه، لان الله محبه والجواز محبه. ما تقوليش تعليم السيد المسيح، طلعلي لما تقولي تعليم السيد المسيح طلعلي شواهد وطلعلي ايات. ما تقوليش تعليم السيد المسيح بناس. انا مش موافق اصلا بوجود مجلس اكليريكي داخل الكنيسه. المجلس الاكليريكي ده جهه عمالين يقطعوا فيها الناس. انا مش موافق خالص، انا موافق بحاله واحده. طيب نهدى بس، من راهب ومن كاهن. طيب نهدى بس، نهدى. انا بشكرك يا استاذ عادل، بشكرك يا استاذ مينا. واضح ان احنا مش قادرين، يعني انا عارفه ان ده يعني موضوع حساس جدا، احنا مش قادرين نقرب بين وجهات النظر باي شكل من الاشكال. موقف الكنيسه ثابت كما هو، التمسك بالشرائع الكنسيه والمسيحيه، والناس عندها مشاكل الحياه، مشاكل الحياه كتيره جدا. مش كل الناس تقدر تتوافق، مش كل الناس تقدر تعيش مع بعض، في احوال مرض، في احوال كراهيه بتحصل بين الازواج، في احوال كتيره جدا. فالناس يعني محتاجه يكون في
ربما مرونة أكثر في هذا الأمر. إذن حكم بات ونهائي من محكمة الأسرة بزواج مدني لأول مسيحيين مصريين، وده أول زواج مدني قد يكون قاعدة يستخدمها كثيرون في المرحلة القادمة.